هذا الطفل حظي بتكريم في مسابقة فارس القرآن كأصغر حافظ للقرآن. نعم، الطفل يحيى من البوليدة حفظ كتاب الله وعمره لا يتعدى العامين. إنه آية من آيات الله، تقول والدته. يحيى آية من آيات الله سبحانه وتعالى، نطق بالقرآن وهو في عمر لا تتعدى سنتان. أو الآيات التي قرأها يحيى هي مواضع السجدات، كان يتصفح القرآن ويبحث عن مواضع السجدات ويقرأ بقوله سجدوا. ما نطق به يحيى فاجأ أمه وتساءلت، كيف لرضيع يتلو آيات من القرآن الكريم في هذا السن؟ بدأ يقرأ يحيى القرآن بعد البسملة، الآية الأولى من كل سورة مع تسمية السورة، يتصفح من البقرة إلى الناس والعكس. حفظ يحيى الفهرس بمفرده، يعني أنا كنت مندهشة في الأمر، يحكم المصحف ويقرأ كل السور، ومن بعد مع يقرأ السورة من اسم السورة من الفهرس، ثم يتلوها دون أن يراها من المصحف. ذكر رحمة ربك عبده إذ نادى ربه نداء خفيا. يعرف سبحان الله أسامي المشايخ مع أصواتهم، لا يخطئ فيهم، لا يخطئ في الحواميم، يحفظ الأحاديث في الآونة الأخيرة من تكرار سماعي لتحفة الأطفال، حافظة تحفة الأطفال. صحيح الأذكار المقدمة. الله لا 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 يحيى يقضي رضي الله سورة محمد. سورة محمد يحيى آية من آيات الله، وقد يكون له شأن كبير في المستقبل، كما قد يكون نسخة مماثلة للطفل عبد الرحمن فارح الحاصل على جائزة دبي للقرآن. ولله في خلقه شؤون.